بتعز علي انا كثير بحكي مثلا عن الشام بسال عن فلان بسال عن المنطقه ما حدا عرفت اراضي حدا ضاعوا فتحت فاسي اول ما فتحت الفاس طلعت بوشي صوره بابا يعني شغله مزاج مش شغله انه هن يعني بيميزوا مين فلان ومين عن التاني خلص مش الحكي كل شيء بدل انه عهد شخصيتك وبنفوق يعني السكته هي انه الواحد صفن انه لا هو مو هو هو وخلص يعني يا بيش بكره هاي اللحظه يعني اللي مشيناه بساعتين لما وصلنا المره الثانيه كان 3 ساعات ما شفت لك الا ورا محل ما كنت انا عم بحكي لاحمد زيح هاي المسافه اللي زاح احمد فيها فجر لغم اول مره بشارك فيها ببطوله دمشق وقتها حسيت يعني انه عادي انه خلص الكل عم بيناديني خالد شو في قدام ما بعرف بس في انه خلصنا تحسي انه خلصنا بتنسي كل التعب بتحسي حالك يمكن اخذتي جنسيه مش يعني بتنسي كيف بدك تحسي يعني في حدا هيك يعتبرك بني ادم واعترف فيك واجى يحطك يعني بقاموسه او بجنسيته